لماذا لا تريد الخوض في هذه البركة الباردة في يوم صيفي حار؟ تغطس في الماء المنعش وتستمتع بالنسيم العليل، كل شيء مثالي، حتى ينجرف ظل داكن تحت سطح الماء فتعتقد أنه ورقة بناء على حجمه، لذا لا تكترث للأمر. وفجأة يعضك هذا الشيء في إصبع قدمك الكبير مباشرة، وبعد أن تخرج من الماء تدرك أنك تعرضت لعضة من حشرة كبيرة تعيش تحت الماء. لقد كان حظك سيئا هذا اليوم وجمعك بحشرة من العيفسيات، أو ما يطلق عليها أحيانا اسم بقيات الماء الكبيرة. ستتمكن من النجاة من عضة هذه الحشرة المتوحشة، لكنك ستشعر بالألم. تعيش هذه الحشرات المائية العملاقة في المياه العذبة في جميع أرجاء العالم، وبالتالي كل منا معرض لعضاتها، لذا كن حذرا في المرة القادمة. إليك ما تحتاج إلى معرفته لتتمكن من اكتشاف هذه الحشرات. تكبر حشرة الماء العملاقة حتى يصبح طولها 10 سنتيمترات، وهذا ما يجعلها الحشرة المائية الأكبر على وجه الأرض وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويقال أن عضة هذه الحشرة من أكثر العضات إيلاما التي قد يتعرض إليها الإنسان من الحشرات، رغم أنه من الممكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم، إلا أنها أكثر انتشارا في أمريكا الشمالية حيث تندمج مع البيئة المحيطة بها. يشبه جسدها البني الغامق أوراق الأراضي الرطبة، لذا لا عجب إن لم تتمكن من رؤيتها. هذه الحشرة مفترسة بطبيعتها، وتجدها عادة تسعى خلف الأسماك الصغيرة والضفادع والسلاحف الصغيرة. من حسن حظك أنك أكبر من السلحفاة بكثير. تضع إناث العيفسيات بيضها فوق الذكر في بعض الأنواع، ويحمل البيض معه أينما ذهب. قد تجد هذا لطيفا، لكن إن رأيت الذكر منزعجا لأنه يحمل البيض فسترتعد خوفا. والأسوأ من ذلك كله قدرتها على الطيران، رغم أنها من الحشرات، لذا لا تجعل جل انتباهك على الأرض، بل قد تباغتك من فوقك أيضا. تلتقط أنفاسك على الشاطئ، وإذ بشيء يهبط على كتفك اضربها بسرعة، إنها ذبابة نبر. وهي ذبابة صغيرة متوحشة تضع بيضها في البعوض، والذي بدوره يحقن هذا البيض في البشر. تخلق درجة حرارة جسمك الدافئة بيئة حضانة مثالية، وعندما يفقس هذا البيض تبدأ الحشرات الصغيرة حياتها بالمهمة الشاقة المتمثلة في تناول الطعام في طريقها للخروج. لطيف. يرجح أن تجد هذا النوع من البعوض في أمريكا الوسطى والجنوبية، ولكن قد تجد هذه المخلوقات الصغيرة في فلوريدا أيضا. لا يوحي اسم دودة رأس المطرقة بشيء جيد، فتشعر وكأن هذا الكائن هجين من سمكة قرش ودودة الأرض، ولو شاهدت إحداها لما وجدت هذا غريبا عنها. أبلغ عن مشاهدة هذا المخلوق الغريب في جميع أنحاء جورجيا، وهي مميزة كاسمها حيث تملك رأسا بشكل هلال. حسنا، ما يبدو أنه الرأس، ويوجد فم هذه الدودة في منتصف جسدها. مظهر هذه الدودة منفر لسبب، إنها سامة. تنتج الدودة التيترودوتوكسين كالذي تنتجه السمكة اليونفخية. لم يتأكد العلماء بعد من طريقة استخدام الدودة للسم، لكن يعتقد أنها تستعين به للقبض على فرائسها من الديدان الأخرى. ولا يعرف أيضا الضرر الذي قد يسببه التعرض لهذا السم، لكن يوصي الخبراء بضرورة الابتعاد عنها. عليك أيضا تجنب إيذائها، فهي تتمتع بقدرة مذهلة على إصلاح نفسها من الأجزاء المقطوعة من جسدها، مثل أسطورة وحش الهيدرا. ملاحظة: قام شخص يتمتع بروح الدعابة بتسمية هذه اليرقات بلانشوفيز، وهذا يبدو مخيفا أقل من اسم دودة رأس المطرقة. تبدو دودة القز العملاقة مخيفة كما ينبغي لها. سمها القوي ليس مزحة. هذه اليرقات مغطاة بشعيرات صغيرة تشبه الرماح، وتطلق مادة سامة جدا مضادة للتخثر، لذا إن وخزك رمح منها لن تكون في وضع جيد، بل قد يزداد الأمر سوءا لأنها تتجمع على شكل عناقيد. لذلك من الشائع أن تصطدم عن غير قصد بعدة يرقات في آن واحد. لا يشعر بها معظم من يتعرضون للسعتها. هذا جيد، أليس كذلك؟ حسنا كلا، هذا يعني أنهم لا يعرفون شيئا عما حدث لهم عندما تبدأ الأعراض بالظهور. أضف إلى ذلك عدم وجود إشارة ظاهرة في مكان اللسعة. أغرب شيء في هذه اليرقة هو حجمها الصغير جدا مقارنة بالضرر الذي قد تسببه، حيث لا يتجاوز حجمها عادة 5 سنتيمترات.
تعيش هذه اليرقات في الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك في أوروغواي والأرجنتين والبرازيل. لكن تتطور قصة هذه اليرقة، فهي لا تبقى بشكل واحد. لا تزال اليرقة في الطور الأول من الحياة، وبمجرد أن تصل إلى مرحلة البلوغ تأخذ شكلاً مختلفاً تماماً وتصبح عقبة دودة القز العملاقة. لكن إياك أن تظن بأنها لم تعد ضارة لأنها فقدت طفرتها الشريرة، بل لا تزال سامة، لكن أصبح بإمكانها الطيران الآن. المريح في الأمر أنها تعيش لبضعة أسابيع بهذا الشكل، فبمجرد أن تتحول يختفي الفم الذي كانت تستخدمه لتناول الطعام. يمكن أن يقتل سم العنكبوت الأسترالي القمعي الشبكة رجلاً بالغاً في حوالي 15 دقيقة، لذا يعتبره كثيرون أخطر عنكبوت في العالم. رغم أن جميع العناكب قمعية الشبكة غير محبوبة، إلا أن هذا النوع هو الأبغض من بينها جميعاً. إنه عنكبوت كبير نسبياً وعدواني، ويملك أنياباً موجهة للخلف قادرة على اختراق أظافرك. غالبا ما يتجول الذكور في المناطق المأهولة بالسكان بحثا عن فرائس، وغالبا ما يسببون أضرارا كبيرة. تصنع العناكب هذه جحورها في مناطق باردة ومحمية كالصخور وداخل جذوع الأشجار المتعفنة. والأسوأ من ذلك كله أنها توجد عادة في الشجيرات ومجموعات الصخور في الضواحي. إن لم تكن تعيش في أستراليا فلا تقلق، إنها موجودة هناك فقط. وإن كنت تعيش في أستراليا فاحرص على الانتباه جيدا أينما ذهبت، وابتعد فورا إن رأيت عنكبوتا من هذا النوع. إليك هذا الخبر السار. طور العلماء ترياقا لسمها عام 1981، ومع ذلك يفضل الابتعاد عنها. قد ترى أسفل المحيط في إحدى المناطق الاستوائية صدفة مزخرفة جميلة كهذه. يأتي هذا الصدف في جميع الألوان والأحجام، ويبدو كمزهريات فخارية صغيرة صنعها الخزافون الصغار تحت الماء. إن كنت مثلي فقد ترغب بالتقاطها وأخذها إلى المنزل كتذكار، لكن في الواقع هذا آخر شيء قد تود القيام به. هذه ليست مجرد صدفة قديمة، إنها منزل القوقعة المخروطية. إذا كان هذا الاسم لا يثير الخوف في قلبك بعد، فسيحدث ذلك قريبا. الحلزون المخروطي بطيء مثل معظم القواقع، لكنه يعوض هذا البطء بلحظات من الرشاقة الخطيرة. هذا الحلزون مفترس ويبحث عن القواقع والأسماك والديدان البحرية الأخرى. إنه يستشعر الطعام المحتمل القريب منه باستخدام أنفه، ويخرج خرطوما حادا يشبه الإبرة لقتل فريسته. هذا المنقار الذي يشبه الحربة قوي بما يكفي لاختراق القماش، حتى ذلك الذي صنعت منه قفازات الغوص المقواة. إذا كنت بشراً، وأتمنى أن تكون كذلك، فأنت لست الوجبة المثالية للحلزون المخروطي، لكن هذا لا يمنعه من لدغ الأشخاص الذين يقتربون منه كثيراً. وإن قام بلدغك فيرجح ألا تشعر باللدغة، لأن السم الذي يحقن في تلك اللحظة ممزوج بمسكن طبيعي للألم. قلة الألم هي في الواقع ما يجعل هذا الحلزون خطيراً للغاية، فإن لم تعرف ما أصابك قد لا تدرك أعراض اللدغة حتى فوات الأوان. لهذا إن رأيت صدفة جميلة ابق بأمان ودعها وشأنها. تتمتع الخنفساء الرماتة الصغيرة بموهبة فريدة. تطلق هذه الخنفساء من مؤخرتها حمضا ساما ساخنا عند شعورها بالتهديد، وتستخدم هذا الرذاذ الكيميائي النتن لدرء الحيوانات المفترسة ومهاجمة الحشرات الأخرى، ويأتي هذا بنتائج جيدة، حتى أنه أحيانا ينقذ حياتها بعد ابتلاعها. غالبا ما تقوم الضفادع ببصقها بمجرد أن تتذوق نكهة سيئة. قد تجد هذه الخنفساء في العديد من النظم البيئية المختلفة، بدءا من الصحاري إلى الأراضي العشبية وانتهاءا بالغابات الكثيفة. إنها متنوعة لدرجة أنها موجودة في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. ربما لم تلاحظها من قبل لأنها صغيرة جدا بحجم ظفر الإصبع فقط. قد تتعرض بالخطأ لرذاذ قوي من هذه الحشرة الصغيرة، وقد ينجم هذا عن الهيكل الداخلي الدقيق للغرف والخزانات التي تجمع بين مركبين كيميائيين الهيدروكينون وبيروكسيد الهيدروجين، حيث يحفظان بشكل منفصل في خزانات داخل بطن الخنفساء. تمر هاتان المادتان عبر الصمامات وتلتقيان في غرفة مركزية لتختلطا مع إنزيم لبدء التفاعل. تتوسع الغازات الناتجة عن التفاعل بسرعة وتنتج كميات هائلة من الحرارة، وحتما لن ترغب بالتعرض لهذا المزيج. قد تعتقد أن الزومبي موجودون فقط في الأفلام، لكن قد تكون هذه الكائنات حقيقية إن كنت من الزيز. هناك فطر يسمى ماسوسبورا، له هدف فريد لا يشاركه فيه سوى عدد قليل من أنواع الفطر الأخرى.
إنه يتطفل على أجساد الزيز ويصل إلى عقل الحشرة ويحولها إلى زومبي حقيقي. يتصرف الزيز المصاب بشكل غير طبيعي، ويكون هدفه الوحيد نشر المزيد من الفطريات إلى حشرات الزيز الأخرى. المرعب في الأمر مواصلة الحشرة لأداء مهامها بشكل طبيعي، ولا تظهر عليها أي أعراض أخرى حتى فوات الأوان. ورغم أن هذا قد لا يشكل أي خطر على البشر، إلا أنه من المخيف معرفة أن بعض الحشرات في الغابة تشبه تلك الكائنات التي نراها في أفلام الرعب. ترى منازله الصغيرة ذات الشكل المخروطي منتشرة على الأرض كبراكين صغيرة منتشرة في أرجاء حديقتك. عادة ما يكون النمل غير ضار ولا يعيرك أي اهتمام، فلا يشغله سوى أعماله اليومية الشاقة. لكن إن وجدت نفسك يوما ما بقرب مجموعة من نمل الثور، فلن أقول لك سوى كلمة واحدة: اجري. حصلت هذه الحشرات المرعبة على اسمها هذا من أجل هذا واضح، تلك الفكوك المسننة الضخمة البارزة من أفواهها، وهي الوسيلة التي تستعين بها للإمساك بأي كائن يحالفه الحظ السيء ليكون طعاما لها. يمكن لوجبة طعامها أن تحتوي على الخنافس واليرقات والذباب أو حتى الدبابير والعناكب والضفادع. يلاحق هذا النمل كل ما يقترب منه كثيرا. يتميز هذا النوع من النمل بالشراسة والذكاء، ويطرد منافسه العنكبوت الصياد من خلال ملء عشه بالأغصان والأوراق وأي شيء في متناول يده، ما يدفع العنكبوت للخارج تاركا المزيد من الطعام للنمل. لكن لنعد إلى الفك السفلي البغيض، ليس هذا الشيء الوحيد الذي عليك الحذر منه. يستخدم النمل هذين الفكين للإمساك بشيء ما كوجبة الطعام أو العدو أو جلدك. في تلك الأثناء يحقن بلاسعه شديد السمية، ولا ليست مثل لسعة النحلة، يمكن للنملة اللسع عدة مرات دون أن تتعرض لأي أذى. إذن عليك الحذر من اللسعة وليس العضة، ومع ذلك فالعضة مزعجة أيضا. أما عند شعور النملة بالخطر فإنها تفرز في الهواء مادة كيميائية لتنبيه الآخرين، ولو حدث واقتربت من مستعمراتهم صدفة فسيخرج لواء كامل من النمل لملاقاتك على مدخل المستعمرة. فضلا عن ذلك كله، يتمتع هذا النمل بالسرعة الكبيرة والقدرة العالية على الإبصار فضلا عن قدرته على القفز، كما أن حجمه يفوق حجم النمل العادي بشكل كبير، فهو يأتي بطول عود ثقاب. ابق بعيدا عنهم. والآن لا تقف هكذا وتنظر للأسفل بحثا على الزواحف الخطرة، احترس، فنحلة العسل الإفريقية في طريقها إليك. نتجت هذه النحلة عن تجربة معملية سارت بشكل خاطئ. كانت البداية في خمسينيات القرن الماضي بهدف تهجين نحلة تنتج المزيد من العسل، وكانت الطريقة من خلال تهجين نوع إفريقي من نحل العسل مع مجموعة من الأنواع الأوروبية، وكانت النتيجة نحلة أفريقية أكثر شراسة وعدوانية من جميع الأنواع. في الواقع كان كل شيء يسير على ما يرام في البداية، لكن ذات يوم وبسبب حادثة في أحد المعامل تحررت أكثر من 20 مستعمرة من هذه الوحوش الصغيرة لتنتشر في جميع أرجاء أمريكا الجنوبية والشمالية حتى. يقال إن هذا النوع من النحل يكره أن يقترب أحد ما من منزله لمسافة تتجاوز 4.5 متر، أي نصف طول حافلة فقط، وإن حدث ذلك تخرج جميعها للدفاع عن أرضها. ويعني هذا أن حوالي 10,000 نحلة غاضبة في طريقها إليك، وستطارد الدخيل لمسافة تتجاوز طول 4 ملاعب كرة قدم. أأمل أن تكون متمتعا باللياقة الكافية للهرب من هذه الحشرة. ثم تليها هذه النحلة المرعبة، الدبور الآسيوي العملاق، فهو الأكبر حجما فيصل لحجم إبهامك تقريبا، أما وزنه فهو يفوق وزن النحلة العادية ب20 ضعفا. يتغذى هؤلاء على نحل العسل والدبابير والسرعوف، ويمكن أن تصل سرعتهم إلى 40 كيلومترا في الساعة بحثا عن الطعام أو لإبعاد شخص متطفل. لاسعه طويل بما يكفي لثقب بدلة تربية النحل، ويبدو أن هناك حالات رشت فيها هذه الدبابير سمها في عيون المتطفل عليها. سنأخذ استراحة من الحشرات الطائرة المرعبة ونتجه إلى الشاطئ، لكن قد تنتهي رحلة جمع الصدف بكابوس إذا التقطت بطريق الخطأ حلزونا مخروطيا. تطلق هذه الحلزونات حربة تشبه الإبرة من الطرف المدبب للقوقعة عند الصيد أو الدفاع عن النفس، وتكفي قطرة واحدة من سمها لقتل 10 بالغين. أوه، ولا يوجد حاليا مصل لهذا السم. والآن إلى الكائن البحري صاحب أقوى سم في العالم، إنه قنديل البحر الصندوقي.
هذا المخلوق ضخم جدا بطول ذراعك تقريبا، ولا يشمل ذلك لوامسه الطويلة للغاية. ومع ذلك فقد لا يراه الناس لأنه شفاف. يمسك قنديل البحر بفريسته بكل تلك المجسات السامة، فلديه سم يكفي 60 بالغا، وقلة من استطاع النجاة من هذا الكائن. لكن البحر ليس آمنا أكثر من حديقة منزلك، وأثناء تنظيفك للكوخ في الحديقة احترس من العنكبوت الناسك البني. إنه ليس كبيرا جدا، ولا يزيد حجمه في الكثير من الأحيان عن حجم قطعة معدنية صغيرة. وهنا تكمن الجميزة، يمكنك أن ترى روتيلاء وهي قادمة نحوك. بالمناسبة هذا النوع من العناكب غير ضار، لكن مع الناسك البني فلن تراه إلا بعد فوات الأوان. اللدغة الأولى ليست مؤلمة جدا، حتى أن البعض لا يعرفون حتى أنهم تعرضوا للعض، لكن بمجرد أن يغرق أنيابه في جسمك يبدأ سمه في البدء بعمله القذر والصامت، وخلال 3 إلى 8 ساعات يحدث احمرار وتورم في المكان، ثم يتبعه الشعور بالحرقة، وبعد ذلك يزداد الألم. عادة ما تحدث الآثار بعد 5 أيام، لكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر. حتى الحشرات المألوفة يمكن أن تكون خطيرة أيضا، مثل تلك الذبابة التي تحلق في مطبخك. هل تعرف شيئا عن الرحلة التي مرت بها؟ لنرى، ربما دخلت القمامة قبل أن تدخل إلى منزلك، وبعدها إلى الحمام العام، وسارت على أرضيته وجدرانه ولمست مقعد المرحاض. ربما توقفت في مرعى الأبقار أو في حديقة الحيوان. لقد كانت في جميع أنواع الأماكن القذرة، والآن ها هي تتجول على طبق فاكهتك الجميل. ومهما كانت الجراثيم الموجودة في الأشياء التي داست عليها ووضعها في فمها أجزاء منها، فهي الآن منتشرة على طعامك. وما تفعله هذه الجراثيم إصابة الناس بالمرض، لذا نظف المكان وأبعد الذباب. والآن ألقي نظرة عن كثب على تلك الخنفساء الموجودة في منزلك، قد تكون مخادعة. لون الخنفساء الآسيوية ليس أحمر كالخنافس العادية، بل أصفر مائل للبرتقالي. يمكنك معرفة الفرق بالتأكيد إذا كان لديها بقعة على شكل حرف M على رأسها. إن رأيت تلك الإشارة فهذه الخنفساء ضارة. وصلت الخنافس الآسيوية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا قادمة من آسيا. كان الهدف التخلص من حشرات المن الطفيلية، لكن جاءت هذه الخطة بنتائج عكسية. يبدو هذا السيناريو مألوفا، وأصبحت الحشرة نفسها طفيليا. كان هناك الكثير منها، ولقد حلت محل الخنفساء العادية، بينما لا يمكنها العض فحسب، بل تنتج أيضا رواسب صفراء نتنة يمكن أن تلطخ الجدران أو أي سطح آخر تزحف عليه. تشبه العثة الساحرة العنكبوت أكثر مما تشبه اليرقة. جميع تلك المجسات التي تشبه الأذرع وتخرج من جوانب العثة مغطاة بالشعر السام، ولمسة واحدة قادرة على أن تسبب لك تهيجا مؤلما. إذا رأيت صدفة أي يرقة مشعرة تزحف على جسمك فلا تزلها بأصابعك، واستخدم ملقطا لإزالتها. وإن تمكنت إحداها من لدغك فضع شريطا لاصقا على المنطقة وأزله لتخرج كل الشعر. ولا تستخدم القطعة اللاصقة ذاتها مرتين، فقد ينتهي بك الأمر بلصق الشعر على نفسك. ثم اغسل المنطقة المصابة بالماء والصابون، واستخدم كريما مضادا للحكة إذا استدعى الأمر. إن كنت في أمريكا الشمالية فاحترس من أكثر العقارب سمية في كل أرجاء القارة. ينتقل عقرب أريزونا في مجموعات، لذا إن رأيت واحدا فاعلم أن أصدقائه يختبئون في مكان قريب. كما أنه يتمتع برؤية ممتازة، لذا يمكنه رؤيتك بينما قد لا تكون قادرا على رؤيته. أما المخيف في الأمر أنه يفضل البقاء بوضعية مقلوبة، لذا فمن الممكن أن تجده مختبئا أسفل الطاولة التي تجلس عليها، ولا يمكن اكتشاف البعض منها بالعين المجردة، فتراها تجلس مرتاحة على أطراف العشب بانتظار مرور غدائها. أوه انظر، إنها ساقك. يمسك بك الوحش ويصنع منك صندوقا من العصير البشري. قد يكون القراد صغيرا، لكن هذا ما يجعله مخيفا جدا. إنه قادر على الاختباء في أي مكان، بين الأعشاب والشجيرات وعلى الأرض وبين الأوراق. بالكاد تشعر به وهو يزحف على جسمك، ومن الصعب اكتشاف عضته، وفي بعض الأحيان تجعل عضته الإنسان يشعر بالتعب. مقرف. أجل، هذا ما تسمعه معظم الصراصير خلال أي موعد لها مع جنسنا البشري. إنها كالذباب،
تملك أيادي وأقدام صغيرة متسخة تجول بها على جميع الأسطح وربما على الطعام أيضا. صحيح قد تعض البشر أيضا، لكن يندر حدوث هذا. يمكنك العثور عليها في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. مهلا، يبدو أني سأنتقل للعيش هناك. إذن ما رأيك بهذا؟ حشرة مخيفة تتدلى فوق سريرك وأنت نائم في الليل بهدوء، والأسوأ من ذلك كله أنها تتغذى عليك. يشتهر بق الفراش بسمعته السيئة ولا يحتاج لأي مقدمات، لكن من المدهش أنه لا يشكل خطرا على الصحة، ومع ذلك من يريد أن يتغطى بلدغات حمراء صغيرة في كل مكان من جسمه؟ ولا تظن أن هذا البق يظهر في المنازل القذرة فقط، إنه لن يمانع بالاستيلاء على أي سرير في أي منزل لو سنحت له الفرصة. لا يلدغ النمل الأبيض ولا يزحف على سريرك، ولا يعنيه الطعام في دولاب مطبخك. ما يلتهمه هو منزلك، ويفعل ذلك في الخفاء، حتى أن معظم الناس لا يعرفون بوجود تلك المشكلة إلا بعد فوات الأوان. هذا عندما تبدأ الهياكل الخشبية تفقد قوتها. وكحال بق الفراش، يصعب التخلص من النمل الأبيض، ولا ينحصر وجوده على الجدران فقط، بل يمكنه التهام الطعام على الأريكة. أجل، هناك بينما تشاهد التلفاز أو تأخذ قيلولة. أحلامك سعيدة إن شاء الله. تخبرك بعض الحيوانات بشكل صارخ أنها ليست هينة، فترى سمكة القرش تكشف عن أسنانها الحادة، ويريك العقرب لاسعه السام، وتسمع الصوت المشؤوم للأفعى وهي على وشك الهجوم. ومع ذلك فهناك الكثير من المخلوقات التي تبدو غير مؤذية، لكنها تسبب ضررا أكثر من الحيوانات المرعبة، كحشرة الفانوس المرقط. إنها حشرة صغيرة تعيش في أجزاء من تايوان وفيتنام وشمال الصين، وتمكنت من بث الرعب في جميع أنحاء العالم. يا دعني أحدثك عنها، إنها حشرة صغيرة بحجم طرف إبهامك، ويمكنك التعرف عليها بسهولة. لهذه الحشرة جناحان أماميان بلون رمادي أو بني مع بقع سوداء، وتجد تحت هذين الجناحين جناحين خلفيين بلون أحمر زاهم، لتمنح هذا المخلوق جمالا حقيقيا. لكن لا تنخدع بالمظاهر، قد تكون هذه الحشرة أسوأ كابوس لأي نظام بيئي، وهي الآن في طريقها إلى كوريا واليابان لتعبر المحيط متجهة نحو أمريكا الوسطى، وفي تلك الأثناء ألحقت ضررا بعدد لا يحصى من أنواع النباتات، وبدأت بغزو أشجار القيقب والتامول في الولايات المتحدة. إذن ما مشكلتها؟ تخترق حشرة الفانوس أنسجة الأوراق والسيقان، ثم تلتهم عصارتها، مما يترك على الأوراق طبقة سكرية تسمح للعفن بالنمو. بعدها يصبح النبات أو الشجرة عاجزا عن النمو ثم يذبل، وقد يؤثر هذا بدوره على إنتاج الغذاء والأشجار ونمو الغابات. لكن لا داعي للقلق، فهذه الحشرة لا تلدغ البشر أو تعضهم، لكن الخسائر الفادحة التي تسببها في الغطاء النباتي كافية لإشراك السلطات العليا في إيجاد حل لهذه القضية. عند مغادرة اليابسة والغوص في المحيط، نرى مخلوقا مغطى بأشواك سامة. رحبوا معنا بنجم البحر المكلل بالشوك، فهو يقضي وقته في الزحف والتغذي على الشعاب المرجانية. عادة ما يكون هذا رائعا للنظام البيئي المحلي، كونه يأكل الشعاب المرجانية سريعة النمو، مما يمنح الأنواع الأبطأ فرصة اللحاق بالركب. لكن تبدأ المشكلة الحقيقية عندما يتكاثر نجم البحر بأعداد هائلة. يقع جزء من اللوم على نجم البحر لتسببه في خسائر فادحة في الحيد المرجاني العظيم في أستراليا. أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2012 أنه كان واحداً من سببين رئيسيين لهلاك الشعاب المرجانية خلال 27 عاماً الأخيرة، إلى جانب الأعاصير المدارية. والأسوأ من ذلك كله إفراز عموده الفقري لسم عصبي يسبب آلاماً قوية تدوم لساعات. إذا لمست نجم البحر هذا أو دست عليه فقد تنكسر أشواكه في جلدك، يتبعها احتمال التعرض للعدوى وسلسلة من المشاكل الأخرى، لذا تجنب الاقتراب منه. لدينا بعد ذلك سمك الشبوط الشهير، لعلك تعرف النسخة الملونة من هذه السمكة، سمكة كوي.
وقد هجنت لتبدو بمظهر حيوي أكثر. يعيش الشبوط في قاع المياه العذبة ويتغذى على النباتات والحيوانات والطحالب والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تعيش في الطين في الأنهار والبحيرات. المشكلة أن تناوله للطعام يقلل من جودة المياه. يقتلع الشبوط النباتات التي يمضغها ويعكر الماء، وهذا لا يسمح بمرور الضوء الكافي، مما يسبب المتاعب لبعض الفصائل. كما أنه ينتج كميات كبيرة من النيتروجين، وهذا ما يجعل الماء غير صالح لعيش الأسماك الأخرى، لذا يعتبره كثيرون نوعا من الآفات. غير معقول، الفيل أيضا على قائمة الحيوانات المرعبة؟ للعثور على الطعام والماء يتجول هذا الكائن العملاق في مناطق شاسعة، وفي طريقه يكسر الأغصان ويقتلع الشجيرات وينحني فوق الأشجار بأكملها. وإذا اقتلعوا القليل هنا وهناك فعادة لن تواجه الغابات صعوبة في التعافي من الضرر، لكن أصبح الوضع سيئا لدرجة جعلت العلماء يشعرون بالقلق. تضررت الأشجار في جميع أنحاء شرق أفريقيا بشكل بالغ من سير الفيلة. خذ بعين الاعتبار أن الفيل اللطيف لم يكن الملام الوحيد. في تلك الأثناء اندلعت العديد من الحرائق، ما دفع الفيلة للمغادرة. لكن الأمر ليس بذلك السوء أيضا، فبعد أن تأكل الفيلة الفاكهة والخضار تنقل معها البذور على بعد عدة كيلومترات. أوه، كيف يفعلون ذلك؟ أوه نعم، الفيل كالطفل، ثم تبدأ الأشجار الجديدة في النمو، وعندما لا تتوافر المياه تحفر ثقوبا عميقة في الأرض بأقدامها وخرطومها وأنيابها، ويساعد ذلك أيضا الحيوانات العطشة الأخرى المتواجدة في المنطقة. المدمر الآخر للنظام البيئي، الكنغر. بدأت أستراليا مؤخرا في مواجهة مشكلة مع الزيادة الكبيرة بأعداد هذا الحيوان. خلال عقد من الأمطار الوفيرة جلبت معها الكثير من الطعام والكناغر، وازداد عددها من 27 مليون في عام 2010 إلى 45 مليون في 6 سنوات. بدأ الكنغر بالقضاء على النباتات المحلية وترك الكثير من الحيوانات بلا طعام أو مأوى. ومن خلال تجريد الأرض من الحشائش سببت الكناغر تعرية في المناطق التي تعاني من انجراف التربة. يشكل الجراد أسرابا هائلة وينتشر في مختلف المناطق مدمرا المحاصيل في طريقه، ويؤدي هذا إلى شح الغذاء ولا تستطيع بعض الأنواع البقاء على قيد الحياة. وأشهرها الجراد الصحراوي الذي يعيش في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط في الأوقات الهادئة. يغطي مساحة تبلغ حوالي 15.5 مليون كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة كندا تقريبا. لكن أثناء الارتفاع الحاد في أعداده يمكنه أن يغطي خمس مساحة الأرض. يمكن للسرب العادي الذي يجعل السماء سوداء أن يصل إلى حجم 740 كيلومترا، ويحتوي على 60 مليون جرادة كل 800 متر، وكل جرادة تأكل وزنها من النباتات كل يوم. أما سرب بحجم باريس فيمكنه أن يأكل في اليوم الواحد كمية الطعام نفسها التي يأكلها نصف سكان فرنسا. ولا تستهن بالماعز أيضا، فهو آكل شره ويحب تناول الأعشاب والأشجار وجميع أنواع النباتات، ويمكنه تحويل الأراضي الكثيفة إلى أراضي عشبية قاحلة إن ترك يفعل ما يحلو له. أصبحت المشكلة بارزة أكثر في أستراليا والجزر المعزولة الأخرى في الأماكن التي حاول الناس فيها بدء الاستيطان، فتجدها تحفر في الأرض بحوافرها، وفي الأحوال الجوية السيئة تؤدي الرياح إلى تعرية التربة المتآكلة بالفعل. هناك كائن آخر لطيف الشكل لكنه عدواني، وهو علجوم القصب. نجح هذا الكائن بغزو أوقيانوسيا ومنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة وبضعة من الأماكن الأخرى. وفي الواقع قدم هذا الكائن لأول مرة للقضاء على الآفات الأخرى، لكن انتهى به الأمر ليصبح هو الآفة. يعد علجوم القصب من الضفادع السامة، وقد ربط العلماء بينه وبين انقراض العديد من الكائنات في شمال كوينزلاند، وهو يشكل خطرا على الحياة البرية كون غدده السامة قادرة على القضاء على الطيور والثدييات والأسماك والزواحف. يتنافس العلجوم على الطعام وسيأكل أي شيء يمكنه ابتلاعه كبقايا المطبخ وطعام حيوانك الأليف وحتى الحيوانات الأخرى.
تتكاثر بعض الكائنات في الخشب المتعفن، لكن خنفساء الصنوبر الجبلية تقضي على الأشجار الحية. غزت هذه الحشرات جبال الروكي الكندية وأثرت على ملايين الهكتارات. كانت تهاجم الأشجار الحية بوضع بيضها تحت اللحاء، وهذا أخل باللحاء الذي هو في الأساس نظام الأوعية الدموية للنبات كالأوردة في الجسم البشري، مسببة وقف الدورة الدموية لتتحول الأشجار في النهاية إلى اللون البني وتتعفن. تحتاج هذه الخنفساء لأسبوعين فقط حتى تتمكن من القضاء على الطبقات الخارجية للشجرة، كما أنها تتميز بقوتها الكبيرة لقدرتها على مقاومة درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى ناقص 40 درجة مئوية، وبمجرد غزوها للشجرة تصبح الشجرة هالكة. كان قنديل البحر جزءا من النظام البيئي العالمي لخمسمائة مليون سنة، لكن يبدو أنه الآن يسيطر على البحار وربما على العالم بأسره. دفعت الرياح القوية الأخيرة وموجات الطقس الحار أعدادا كبيرة من قناديل البحر ذات الزجاجة الزرقاء نحو الشواطئ، وهناك لسع الكثير منها عددا كبيرا من الناس. ففي عام 2018 تعرض أكثر من 1000 شخص للسع في فلوريدا، وفي عام 2019 سجلت 13,000 حالة في كوينزلاند في أستراليا خلال أسبوع واحد فقط. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، ففي عام 2011 أغلق مفاعلان في اسكتلندا لأن قناديل البحر بدأت في سد مصافي التبريد، وحدث شيء مشابه في السويد عام 2013 عندما أغلقت محطة للطاقة. وفي عام 1999 تعرضت جزيرة في الفلبين لانقطاع كامل في التيار الكهربائي بسبب قناديل البحر. يمكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في أعداد قناديل البحر إلى تدهور النظام البيئي، لكن رغم سرعة الجنونية لتكاثرها فلا تشكل الأرقام مصدر قلق للآن على الأقل. تعد الفئران من أكثر الحيوانات المؤذية في العالم، لكن ربما ليس للسبب الذي يخطر ببالك، فهي بارعة في البقاء على قيد الحياة، وهذا ما يجعلها خطرة عند دخولها لأماكن جديدة. خذ عندك الفترة التي غزت فيها الفئران السوداء جزيرة لورد هاو في بحر تازمان، حيث دمرت المحاصيل والتهمت ثمار العديد من النباتات وبذورها ومنعتها من التكاثر، كما استولت على بيض الطيور من الأعشاش وأكلت كل ما صادفته في طريقها. يعتقد الخبراء أن الفئران ظهرت لأول مرة في المنطقة عام 1850، وظهرت الجرذان عام 1918 عندما هربت من سفينة غارقة، وخلال قرن من الزمان لعبت دورا كبيرا في انقراض 5 أنواع من الطيور المحلية و13 نوعا من اللافقاريات ونوعين من النباتات. لقد تفاقم الأمر لدرجة أن حديقة الحيوانات أخذت سربين من نوعين آخرين من الطيور المهددة بالانقراض لمساعدتهم في البقاء على قيد الحياة. كان في الجزيرة 150,000 جرد و100,000 فأر، لكن عاد نوع من الطيور المهددة بالانقراض إلى موطنه بنجاح بعد أن قضي عليها. ثم لدينا البشر، ولسنا بحاجة للشرح هنا. تخيل التالي: تجلس في بيتك تحتسي شاي المساء تحت بطانية دافئة، وفجأة ترى بعوضة ضخمة بل عملاقة، أرجلها الطويلة والمتشابكة بطول كفك، وتصطدم بحماقة بكل العقبات التي تواجهها. لكن رغم تصرفاتها الخرقاء فلا يزال شكلها مرعباً. ماذا لو كانت حاملة للملاريا؟ وماذا لو أكلتك حياً أثناء نومك؟ ببطء حتى لا تجذب انتباه الوحش إليك، تغادر كرسيك المريح وتجري إلى الحمام، تغلق الباب على نفسك وتفتح المتصفح على هاتفك، وبعد بضع ثوان تتنفس الصعداء. اتضح أنها مجرد ذبابة بجعية أو طيثارية، وليست بعوضة من الأساس. قد تبدو كوحش شرس، لكنها في الواقع مسالمة بلا حول ولا قوة، ولا يتمتع العديد من أفرادها بأفواه حتى، لذا فهي لا تأكل مطلقاً. أما الذباب البجاعي الذي يتمتع بفم فهو لا يتغذى سوى على رحيق الزهور الحلوة. الذباب البجاعي أخرق للغاية عند الطيران،
فأجنحته القصيرة نوعاً ما لا تتناسب مع جسمه الضخم وأرجله الطويلة، لذا تجده بطيئاً ويسهل الإمساك به. تحب الطيور والضفادع والخفافيش والقطط تناوله كوجبة خفيفة، والطريقة الوحيدة لتخليص نفسه من الافتراس فقدان أحد أطرافه، فأرجله تنكسر بسهولة حتى عندما لا يلمسها أي شيء. لكن إن كنت لا تزال غير مقتنع بعدم الهروب وإضرام النار في بيتك عند رؤية هذا الذباب، ففكر في التالي: يمكن للذباب البجعي إخبارك بمدى جودة بركة الماء التي توشك على السباحة فيها. إن رأيت هذه الحشرة على الماء أو فوقه فيمكنك السباحة فيه. إلى جانب ذلك، يجعل الصيادون عادة طعمهم يبدو كيرقة ذبابة بجعية لجذب الأسماك له. لكن فجأة وأثناء بحثك على جوجل تنهمك في قراءة معلومات عن حشرات غريبة ومجنونة أخرى. على سبيل المثال، قابل الحشرة النتنة ذات الوجه البشري، وكلا لا تنبعث منها رائحة كريهة. على الأقل ليست كريهة للبشر، بل تطلق فرمونات تجذب الحشرات النتنة الأخرى لإعلامها بوجود طعام في الجوار. ميزتها الأغرب مذكورة في اسمها: الحشرة النتنة ذات الوجه البشري لديها وجه على ظهرها مع 3 نقاط سوداء مرسومة على سطح أحمر، يحذر لون ظهرها الفاقع مفترسيها من أنها ليست لذيذة بل قد تكون سامة، بينما تشتت العيون السوداء انتباههم عن رأسها الضعيف. كما أن اسم اليرقة ذات السرج معبر كثيراً، فهي تبدو كمخلوق من كوكب آخر مع سرج أخضر فاتح على ظهرها. والسرج للأسف الجزء الآمن الوحيد الذي يمكن لمسه، فالأشواك التي تراها في جميع أنحاء جسمها حادة وشديدة السمية، لذا إن رغبت بلمسها على ظهرها فتأكد من عدم لمس أي جزء آخر. لنرى الحشرة التالية: خنفساء التايتان. قابل أكبر خنفساء في العالم، قد يعادل طولها طول كفك بالكامل مع حساب الأصابع، وقد تكون مصادفتها في الطبيعة تجربة مروعة، خاصة إن طارت على وجهك مباشرة. لكن لا تقلق، فمن حسن الحظ أن هذه الحشرة العملاقة مسالمة ولن تعضك إن كنت لا تنوي إيذاءها. لكن إن أثرت غضبها فلا تدع فكها السفلي يلمسك أبداً، ستصدر صوت هسهسة وتعض، وعضتها قد تقسم القلم الرصاص إلى نصفين. الغريب أن الخنفساء البالغة لا تتغذى على الإطلاق، فهي لا تحتاج إلى طعام لتبقى حية، فعندما تكون يرقة تحصل على طاقة كافية تزودها بالغذاء حتى بعد أن تكبر. أتمنى لو كان لدي هذه القوة الخارقة. حشرة أخرى تبدو أكثر خطورة، ألا وهي ويت العملاقة. تعيش في نيوزيلندا، وتبدو هذه الحشرة التي تذكرنا بصرصار الليل مخلوقاً قادماً من الجحيم. فلها جسم ضخم سمين مع 6 أرجل شائكة وقرون استشعار طويلة تبدو مثل قرون كائن فضائي وفك سفلي كبير قد يقطع الفولاذ. لكن في الحقيقة هذه الحشرة العملاقة مسالمة تماماً، ولن تعضك ما لم تستفزها، وحتى إن عضتك فلن تكون العضة سيئة بالشكل الذي قد تتخيله. هناك مقاطع فيديو لويتا تعض أشخاصاً أمسكوا بها دون أن تسبب أي ضرر على الإطلاق، لذا لا تخف من شكلها وحقيقة أن وزنها قد يزيد عن وزن عصفور بالغ. تبدو عثة الأطلس كأن لديها 3 رؤوس، 2 منها رأس حية. تتميز هذه الحشرة الليلية الجميلة بأشكال غريبة على أطراف أجنحتها تشبه رؤوس الثعابين، ويبدو أنها وسيلة دفاعها ضد مفترسيها، كما أنها سبب تسميتها بعثة الكوبرا. تعيش عثة الأطلس في جنوب شرق آسيا والهند، وتتواجد في الغالب في مزارع الفراشات لإنتاج الحرير، ومظهرها فريد، فقد يصل طول جناحي هذه العثة
إلى 25 سنتيمتراً، وهذا أكبر من يدك. على الأرجح عنكبوت الطاووس أفضل أنواع العناكب في العالم، وقد يحتل المرتبة الثانية بعد قريبه القافز. حجمه صغير جداً لدرجة أنك قد لا تلاحظ تجوله في مطبخك، لكن إن سنحت لك الفرصة لتفحصه فلا تتردد في ذلك. عنكبوت الطاووس جميل، فله عينان خرزيتان كبيرتان وطبقة خارجية لامعة بلون أزرق وأحمر وزغب جميل على جسمه وأرجله، ورقصة تزوجه قصة لحالها. من المؤسف أنه لا يعيش سوى في أستراليا. إليك عثة أخرى على القائمة، فراشة الطائر الطنان. هل تذكر مدى ضخامة حجم عثة الأطلس؟ طيب، هذه العثة بحجم الطائر الطنان وتشبهه من عدة نواح أخرى: سرعة رفرفة جناحيها، ولسانها الطويل لشرب رحيق الزهور، وحتى الصوت الذي تصدره أثناء طيرانها. تجعلك كل هذه القواسم المشتركة تتساءل عما إن كانت عثة بالفعل. وبالطبع فهذا المخلوق الغامض آمن تماماً، واعتبر نفسك محظوظاً إن صادفته. يعد العنكبوت النساج الكروي ذو القرنين الطويلين أحد أغرب العناكب في العالم. يشبه العنكبوت العادي من جميع النواحي، لكن لسبب ما يتميز بقرنين طويلين منحنيين على ظهره. لون ظهره برتقالي فاقع لصد مفترسيه، فالأحمر يعني الخطر، لكن لا يزال العلماء يجهلون سبب حاجته إلى قرنيه، لذا تحيطه شبكة من الغموض. هناك خشخشة منخفضة في أوراق الأشجار، كومة منها تتحرك قليلاً ثم يظهر قرن كبير هائل. إنها خنفساء هرقل، أحد أكبر أنواع الخنافس على الأرض. يأتي نصف حجمها تقريباً من ذلك القرن على رأسها. وبفضل هذا القرن تعرف تمام المعرفة أن الخنفساء أمامك ذكر، فلا يوجد قرن لدى الإناث. ومع ذلك لم تحصل على الاسم من قرنها، بل من قدرة هذه العملاقة المذهلة على نقل أحمال ثقيلة للغاية. تحتل قوتها المركز الثاني بعد خنفساء الروث. يمكن لخنفساء هرقل حمل ثقل قدره قدر وزنها 850 مرة. إن رأيت حشرة بخمسة رؤوس ترتدي قبعة مدببة، فاعلم أنك لست على كوكب آخر. لقد رأيت نطاط الشجر البرازيلي. تبدو هذه الحشرة كما لو كانت قد قفزت لتوها من فيلم خيال علمي إلى شاشتك مباشرة. إنها لغز حقيقي، حجمها صغير ومليئة بالأسرار، ولا نزال نجهل الكثير عنها. لا يعرف أحد سبب وجود هذه الكرات الغامضة على رأس نطاط الشجر، لكن الأمر المؤكد أن لديه رأس واحد فقط. عند الذهاب للسباحة في بركة مياه عذبة في المناطق الاستوائية الإفريقية، يجب أن تنتبه لأصابع قدميك، وذلك لأن الحشرة المائية العملاقة قد تطاردها، وهي حشرة مفترسة وتعد الأكبر من نوعها. ومع هذه الكماشة الضخمة، لا عجب أنها تعرف باسم البرغوث التمساح وعاض أصابع القدم. لدغة هذا الوحش المائي قوية للغاية، يمسك بفريسته بأرجله الأمامية ثم يمضغها ببطء. وعندما قلت إنه حيوان مفترس فقد عانيت ذلك. الأسماك والبرمائيات تعد الطعام المفضل للحشرات المائية العملاقة. على الرغم من اسمه، فلا يقرب ذباب العقرب للعقارب. سمي بهذا الاسم بسبب ذيله، والذي يشبه إلى حد كبير ذيل المفصليات السيئة السمعة. رؤية عقرب طائر مشهد مرعب بكل ما تعنيه العبارة. لكن لا تهلع، فهذا المخلوق صغير ولطيف ولا يمكنه لدغك حتى. الذيل محصور على الذكور فقط، ويستخدمونه لجذب الإناث. أوه، ما الذي تتخيله عند سماع عبارة عصا المشي؟ من المستحيل أن تتخيل حشرة، لكن هذا ما أتحدث عنه بالضبط. انظر إلى هذا الغصين وحاول أن تخمن، هل يوجد كائن حي عليه؟
نعم ولا، هذا الغصين ليس غصينا من الأساس، بل حشرة عصا المشية. طورت هذه الحشرة تمويها مذهلا، فهي طويلة وفي حالها وقادرة على البقاء ساكنة لساعات متواصلة، مما يجعلها تبدو كأغصان جافة، لكن حالما تلمسها تزحف مبتعدة على أرجلها المتشابكة بفضل مظهر عصا المشية. فغالباً ما تفوته الطيور المفترسة في أوراق الشجر الكثيفة، ويطلق قريبه الاسترالي رائحة جميلة تذكرني برائحة زبدة الفول السوداني. يا سلام! تفتحين الصنبور في حوض المطبخ عندما تسمعين فجأة صريراً عالياً قادماً من الأسفل. تشعرين بالجزع فتغلقين الصنبور بسرعة، لكن الصرير عاد مرة أخرى، لكن هذه المرة من على يسارك. تسيرين نحو الباب على أطراف أصابعك وتحرصين على عدم إصدار أي صوت، بينما يبدأ المنزل بأكمله في الاهتزاز والصرير. تركضين في ذعر إلى الخارج، وعندما تلتفتين خلفك في الفناء الأمامي ترين منزلك الجميل ينهار. تتجهين إلى كومة الحطام التي كانت في السابق منزلك وتفحصينها لتفهمي ما حدث، ثم ترين سربا هائلا من الحشرات تطير فوق الأنقاض، وتتذكرين أنك رأيتها تدخل وتخرج من منزلك لسنوات، لكنك لم تعيريها اهتماما. لو انتبهت لذلك كنت ستعرفين أنه النمل الحفار، وأن منزلك كان في خطر محدق طوال هذا الوقت. يطير النمل الحفار لفترة قصيرة فقط في أواخر الربيع أو أوائل الصيف، عندما تكون الظروف الجوية جيدة بما يكفي، فهو موسم التزاوج. في هذا الوقت يطير النمل في أسراب حول المنزل ويمكن رؤيته بوضوح. خلال بقية العام يتصرف كالنمل العادي تقريبا، ويختبئ في الثقوب وأركان المنازل. وأقول تقريبا لأنه يفعل شيئا واحدا مؤذيا، إنه يأكل منزلك من الداخل. يحب النمل الحفار الخشب. الخشب الرطب أو المتعفن هو خياره المفضل، فمن الأسهل مضغه لصنع الأنفاق، لكن إذا واجه هذا النمل قطعة خشب جيدة ومتينة فلن يتوقف أيضا، لكنها ستستغرق منه وقتا أطول بقليل. مع تزايد الأنفاق التي يصنعها يظهر المزيد من النمل من البيض الذي تضعه الملكة طوال حياتها، وبعد بضع سنوات تتكون المستعمرة من آلاف إن لم يكن ملايين النمل، بينما يصبح منزلك كقطعة من الجبن وأنت في غفلة عما يحدث. خروج النمل الطائر هو علامة على أن المستعمرة وصلت بالفعل إلى حجم هائل، وأن منزلك في خطر شديد. على الأرجح بنى النمل قلعة كاملة تحت منزلك وداخل جميع أجزائه الخشبية من الجدران إلى السطح. بعد عدة سنوات سيصبح الضرر الذي لحق بهيكل المنزل أكبر من المحتمل، مما سيؤدي إلى كارثة وشيكة. إذا رأيت أسرابا من الحشرات الطائرة في منزلك فاتصل بخدمة مكافحة الحشرات على الفور. النملة الرصاصة هي الأكبر بين أنواع النمل، ورغم كونها الأكبر فهي تنمو حتى حجم لا يتجاوز عملة معدنية. من المرجح أن توجد النملة الرصاصة في دول مثل نيكاراغوا وباراغواي في أعماق الغابات المطيرة. النمل صغير لكن قرصته ليست كذلك. قرصة النملة الرصاصة مؤلمة 30 مرة أكثر من لدغة الدبور أو النحلة. يشير السكان المحليون إلى هذه الحشرة الصغيرة باسم نملة 24 ساعة، لأنك ستعيش يوما كاملا من الألم بعد التعرض لقرصتها. رغم هذا الشعور المزعج ليست قرصة النملة الرصاصة خطرة للغاية، ومن المتوقع أن تختفي في غضون أسبوع. يتميز هذا النمل بعادة غريبة تجعل من السهل تفادي قرصته القوية. تطلق النملة الرصاصة رائحة كريهة قوية ومقززة لإبعاد الأعداء، لذا إن كنت تسير يوما ما في غابة مطيرة وشممت رائحة كريهة للغاية فعليك الهرب بأقصى سرعة. يوجد حوالي 300 نوع مختلف من النمل الناري في أنحاء العالم، جميع الأنواع لها اللسعة القوية ذاتها. إنها حشرات صغيرة تتنقل في مستعمرات كبيرة، ولونها بني فاتح مميز يميل للأحمر. يوجد النمل الناري على نحو أكثر شيوعا في الولايات المتحدة، وينجذب إلى الطعام، لذلك يستهدف تجمعات الهواء الطلق. تسبب قرصة النملة النارية حكة شديدة، لكنها ليست ذات خطورة. الإسراع بتعريض موضع القرصة للماء البارد يساعد في تهدئة الحكة،
وستختفي القرصة في غضون أسبوع تقريبا. إذا عانيت من رد فعل أشد من الحكة فعليك استشارة طبيبك فورا. الآن النمل المخملي ليس نملا على الإطلاق، بل هو نوع من الدبابير عديمة الأجنحة ويشبه النمل إلى حد كبير. لا تكون تلك الحشرة مستعمرات كبيرة، وعادة ما تعيش بمفردها مختبئة في العشب الطويل. لقد اكتسبت بفضل هذا السلوك لقبا آخر وهو نملة البقر، فعندما ترعى بقرة في الجوار قد تخطو على نملة مخملية فتجلب لنفسها لدغة انتقامية مؤلمة. أحيانا يتعرض البشر أيضا للدغة تلك النملة، خاصة من يسيرون حفاة الأقدام. النمل المخملي سام، لكن سمه أقل كثيرا من سم النحل، لذا فليس خطرا جدا. المشكلة أن الألم الناجم عن لدغة كتلك شديد، وإذا أردت دعس تلك الحشرة فلن يكون قرارا صائبا. إذا أن درعها قوي بشكل غير عادي ويحميها من الحشرات اللادغة الأخرى وحتى من الطيور. النمل الأبيض هو كابوس لأي شيء خشبي، وبالنسبة لبقية أنواع النمل أيضا، عندما يتعدى النمل على أراضيه يخرج النمل الأبيض من تلاله المميزة ويرد الصاع صاعين. تلك الحشرة عمياء تقريبا، لكن رأسها مجهز بنيران طبيعية. إنها تبصق حمضا على أعدائها وتدفعهم بعيدا بسرعة أكبر من التي جاءوا بها. لا تفكر حتى في اعتراض هذا التيار الحمضي بأصابعك، وإلا سيلم بك شعور مؤلم للغاية. بالحديث عن البصق، فإن الخنفساء القاذفة هي الأفضل في ذلك. مظهر تلك الحشرة بحد ذاته يشعر الناظر بالخطر، لكن عندما تشعر هي بالخطر ستصدر صوتا صاخبا وتقذف العدو بسائل ساخن. هناك خزان داخل بطن تلك الحشرة يحتوي على مادتين تنتجان ذلك السائل. عند اختلاطهما قبل الإطلاق تتفاعلان معا وترتفع درجة حرارتهما بسرعة، حتى الطيور تواجه مأزقا حقيقيا إذا اعترضت طريق هذه الخنفساء. أما الحشرات الأخرى فليس لها أي فرصة للنجاة. صائد الرتيلاء حشرة طويلة ونحيلة بأجنحة جميلة نحاسية اللون وقرون استشعار صفراء، يعثر عليها عادة في الغابات المطيرة في آسيا وأمريكا وأفريقيا. تحب الحشرة العيش بمفردها وتبني منازلها بالحفر في الأرض. إذا صادفت صائد الرتيلاء فاحرص على الابتعاد ببطء شديد، لا تهاجم تلك الحشرة إلا إذا شعرت بالخطر. يعتقد أن صائد الرتيلاء يمتلك إحدى أكثر اللدغات إيلاما في العالم. ألم لدغتها شديد للغاية ويستمر من 3 إلى 4 دقائق. بعد مرور هذه الدقائق لن تتطلب اللدغة أي رعاية عاجلة وستلتئم تلقائيا. دبور السترة الصفراء هو نوع خطير من الدبابير يمكن العثور عليه في جميع أنحاء العالم. يطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الشكل المميز ذي اللونين الأصفر والأسود على جسمه. يتألق اللون الأصفر على نحو لافت وصارخ مقارنة بالدبور العادي. تعيش دبابير السترة الصفراء في مستعمرات كبيرة وتبني أعشاشها في الأشجار والشجيرات وتحت الأرض. إذا صادفت عشا لهذه الدبابير فابتعد ببطء واحرص ألا تشعرها بالتهديد وألا تستفزها. لدغة دبور السترة الصفراء ليست لطيفة أبدا. الدبور الياباني هو أكبر أنواع الدبابير في العالم، يتميز جسمه بنمط مخطط باللونين الأصفر والأسود تماما كدبابير السترة الصفراء. ما يميزه عن النحل والدبابير هو حجمه وشكله. الدبور الياباني أكبر وأنحف مقارنة بالنحلة الطنانة وأطول مقارنة بالدبور. تعيش هذه الدبابير بالطبع في اليابان، حيث تتنقل في مستعمرات يصل عدد أفرادها إلى 700 فرد. كثيرا ما يقول الأشخاص الذين تعرضوا للدغة الدبور الياباني إن الأمر أشبه بلسعة من نبتة النيفوفيا النارية. إذا كنت تعيس الحظ ولدغتك إحدى هذه الحشرات فاتصل بالإسعاف على الفور لتلقي المساعدة، وأثناء انتظار الأطباء اغسل موضع اللدغة بالماء البارد. تعيش الزنابير الآسيوية العملاقة في الدول الآسيوية، لكن البعض قالوا إنهم وجدوها في أمريكا الشمالية في عام 2019. هذه الوحوش كبيرة وصفراء وخبيثة، يستحيل الخلط بين الزنابير العملاقة وأي نحلة أو دبور من نوع آخر، فهي أكبر بكثير وأشد شراسة وعدوانية. لكن أسوأ ما فيها هو الإبرة، فهي أطول ب3 مرات من إبرة نحلة العسل. تحتوي الإبرة على سم قوي، ويمكن لعدة لدغات منها أن تصرع حيوانا كبيرا أو حتى إنسانا. وإذا لم يكن ذلك كافيا لتدرك خطورتها فعليك أن تعرف أن هذه المخلوقات قد ترش سمها في العينين، ولا داعي للقول أن تلك تجربة لا تنسى. يجب أن نعترف بأن جميع مئويات الأرجل مرعبة حقا،
وربما أحد أفظع أنواعها هو حريش تكساس أحمر الرأس. قبل أي شيء يبدو مظهره كما لو أنه خرج من أسوأ كوابيسك وأكثرها قتامة، بجسمه الأسود المقسم وعشرات الأرجل الصفراء التي تشبه المخالب، ورأسه الأحمر مع قرني الاستشعار الطويلين. هذه صورة تكفي لأهرب منها في لمح البصر، ونظرا لحجمه الكبير يتمتع هذا الحريش بشراهة كبيرة، ويمكنه مضغ الضفادع والسحالي ببطء وثبات أو حتى فأر من حين لآخر. أحيانا عندما يكون في حاجة ماسة للطعام يمكنه اصطياد خفاش ارتفع للتو في الهواء. وبالطبع لا داعي للقول إن الحريش أحمر الرأس من الحشرات السامة، ويليق هذا بمظهره. من حسن الحظ أنه لا يكترث للبشر، وهو شعور متبادل بالمناسبة. أنت تسير الآن على ضفة النهر، إنه شبه هادئ، ولكنك تسمع بقبقة المياه وتشعر بأشعة شمس جورجيا الحارة على رقبتك. حينها تلحظ شيئا غريبا على الأرض بحجم ربع قطعة معدنية سوداء وعليه نقش غريب، فتنحني لتنظر إليه عن قرب. هل هي قطعة نقدية؟ يشبه هذا الشيء ختما قديما بنقش محفور عليه، ربما يعود لإحدى الحضارات القديمة، يمكنك بيعه وجني الكثير من المال. تجثو على ركبة واحدة لالتقاط كنزك الذي اكتشفته لتوك، وبمجرد أن تلمسه بأصابعك تسحب يدك للخلف من شدة الخوف. إنه مغطى بالشعر، تعود لتلتقطه من جديد فتحفر حوله بأظافرك محاولا نزعه من الأرض، وعندئذ يتحرك. تشعر بقلبك يهوي من شدة الخوف، ويتحول هذا الخوف إلى رعب عندما ترى القطعة المعدنية في طريقها للخروج من الأرض. هذا ليس كنزا قديما، بل عنكبوت ضخم، وبدقة أكبر إنه عنكبوت رافين ترابدور. يؤدي هذا الجزء الصلب منه والشبيه بالعملة المعدنية وظيفة الدرع الذي يخفي 8 أرجل في الأرض ويغلقها كما تفعل سدادة الفلين لحمايتها من الأعداء الجياع أو من البشر الحائرين أمثالك. هذا العنكبوت سام، لكن لدغته غير سامة للإنسان، كما أنت محظوظ، لكني لم أقل إنك لن تشعر بها. من الأفضل الابتعاد عن تلك الأنياب الكبيرة التي تشبه الكماشة. أوه حسنا، يا لها من ثروة. ربما تنتظرك تلك الثروة في مكان ما في شبه جزيرة باها كاليفورنيا في المكسيك. فأثناء سيرك تسير على الأرض الجافة، إذ بك تلحظ أمامك شريطا أبيض طويلا. تقترب منها وتقول لنفسك: تبدو هذه وكأنها دودة طويلة، لكنها لا تتحرك كأي دودة رأيتها من قبل. ثم ترى أنها تملك أذرعا ورأسا. هذا المخلوق الشاحب اللون وصاحب العينين السوداوين الصغيرتين ما هو إلا سحلية الخلد المكسيكي. تعيش هذه السحلية في التربة حيث تجد طعامها من الحشرات والنمل الأبيض، ونادرا ما تراها على سطح التربة، لذا أنت محظوظ جدا برؤيتك لهذه السحلية الغريبة. والآن أنت في إحدى الغابات المطيرة شرقية أستراليا، وترى أمامك شيئا كبيرا ومستديرا نصفه مخفي بين الأشجار. يستلقي هذا الشيء الغريب المغطى بالشعر الأسود على الأرض. تظنه في البداية دبا ينام وهو جالس، ولكن هذا غير منطقي، فلا دببة في أستراليا. تحاول الاقتراب أكثر، وإذ بك تدوس على إحدى الأغصان وتكسره، فيسمعك الشيء الغريب وينهض على قدميه. لتراه بوضوح الآن، إنه طائر غريب وجميل. في الواقع هذا الشعر الأسود ليس إلا طبقة سميكة من الريش الناعم الطويل. يملك هذا الطائر الضخم رأسا أزرق فوقه قرن كبير، ويقف على ساقين قويتين بمخلب يشبه الخنجر على كل قدم من قدميه التي قد يكون طولها بطول يدك. ابتعد عن هذا الطائر الذي قد تظنه فيلوسيرابتور، لكنه في الواقع طائر الشبنم، الطائر الأخطر على وجه الأرض. يمكنه القفز فوقك مباشرة لو أراد ذلك، وبالطبع يمكنه القفز عاليا بما يكفي لتوجيه ركلة لك في صدرك. أما ضرباته فهي قوية بما يكفي لكسر العظام، ناهيك عن ذاك المخلب القادر على تقطيع أي شيء كقطعة زبدة. خلق هذا الطائر ليصطاد وليتجنب التعرض للصيد، ولا تفكر حتى بالهرب منه إلا إذا كنت تستطيع الجري بسرعة تتجاوز 48 كيلومترا في الساعة. كما أن الغوص في تلك البحيرة هناك لن يخلصك أيضا، فهذا الطائر سباح ممتاز. من الأفضل أن تبتعد ببطء على أمل ألا يتبعك. المخلوق الآخر الذي يثبت أنه الأفضل هو نملة الباندا تشيلية،
وسبب التسمية واضح، إنها باللونين الأبيض والأسود، ولها فرو كالدب الجميل الذي يمضغ الخيزران. تعيش هذه النملة الصغيرة صاحبة الفرو في غابات تشيلي، لكن تجنب الاقتراب من هذه النملة الصغيرة المنفوشة. ما تراه الآن ليس نملة أبداً، بل دبور. هناك هدف واحد لوجود اللونين الأبيض والأسود، تحذير الآخرين من لدغة هذه الحشرة القوية. وإن لم يجعلك ذلك تبتعد، سيصدر الدبور صوت صرير. يبدو هذا لطيفاً بالنسبة لنا نحن البشر، ولكن ذلك يعني أن اللدغة المؤلمة قد اقتربت. هذه الحشرات وحيدة، لا تعيش في مستعمرات ولا تملك أعشاشاً، وهي أيضاً من الطفيليات. تضع أنثى نملة الباندا التشيلية بيضها بجانب يرقات الحشرات الأخرى، ثم يستخدم الصغار الذين فقسوا هذه اليرقات كغذاء لهم. حتماً رأيت حشرات تشبه الأوراق والأغصان، لكن ماذا عن مخلوق يشبه زهرة الأوركيد الجميلة؟ يمكنك العثور على هذه الزهرة العطرية في الغابة أو في الحقول الخضراء بين النباتات الأخرى، ولكن تأكد من أن ما تنحني لشمه هو زهرة، فإن لم تكن كذلك تكون قد خاطرت بتعريض نفسك للسعة السرعوف. يكاد يكون من المستحيل تمييز سرعوف الأوركيد بين الأزهار. هذه الحشرة بلون أبيض مائل للوردي، وأرجلها ومخالبها شبيهة إلى حد كبير بالبتلات الصغيرة. تستخدم الحشرة هذا التشابه للاختباء من الحيوانات المفترسة، وتصطاد الحشرات التي تحب هذه الأزهار. فعندما تحط فراشة أو نحلة على تلك الزهرة، تبدأ إحدى البتلات بالتحرك. تظن الفريسة المطمئنة أن هذا ليس إلا ريحاً، ولكن تتحول البتلة بعد ذلك إلى مخلب حاد يمسك بالحشرة فجأة. والآن تخيل أنك في غابات كوستاريكا، ورأيت ثعباناً بنياً على فرع شجرة أمامك مباشرة. يبدو أن الثعبان على وشك الهجوم، ترغب بالهرب بعيداً، لكن تلاحظ أن هذا الثعبان قصير بشكل غريب ولم يهاجمك. لكن مهلاً، الأفعى تحدق بك، لكنها لا تصدر حفيفاً. من حسن حظك أنها لا تعض أبداً، لأنها ليست أفعى بل يرقة. يمكن ليرقة عثة أبو الهول تغيير شكل جسمها لتبدو وكأنها ثعبان خطير، ما يخيف بسهولة أي حيوانات أخرى تتربص بها. يحاكي اللون والنقش الموجودان على الجلد حراشف الثعبان وعينيه، وهذه الحشرة بارعة أيضاً في التحرك كالزواحف، مالكة التمويه. لنخرج من الغابة الحارة ونتوجه إلى وسط أوروبا. أنت الآن وسط مرج أخضر مشمس، ترى هنا الأزهار الملونة وتستمع إلى تغريد الطيور وطنين النحل. بعض النحل ليس كما يبدو حقاً، لن تتمكن من تمييز المحتالين من بينه، ولكن لو نظرت بتمعن لرأيت ذبابة النحل الذهبية تحلق في الهواء. تبدو هذه الذبابة وكأنها نحلة، بينما هي في الواقع العدو الأكبر للنحل. تتسلل ذبابة النحل الذهبية إلى أعشاش النحل وتضع البيض هناك، ثم تفقس يرقاتها التي تتغذى على النحل ورحيق الأزهار. يمكن لونان الأصفر والأسود هذه الحشرة من التنقل دون أن يلحظها أحد. يساعدها هذا التمويه أيضا على إبعاد الأعداء عنها، فلن يجرؤ أي أحد على لمس هذه الذبابة إن ظن أنه سيتعرض للسع. المكان التالي في رحلتك هو الغابات المطيرة في جنوب تايلاند. والآن كن حذرا للغاية وانتبه إلى خطوتك، ليس لأن الحيوان التالي سام أو يعض، ولكن لأنك قد تدوسه عن غير قصد. سقطت أوراق الأشجار وتحولت إلى اللون الرمادي والبني، وبين هذه الأوراق سيصعب عليك تمييز الضفدع وقرنيه الطويلين. إن شكل جسمه ولونه وخاصة تلك الزيادات المدببة التي تظهر فوق عينيه تتيح له الاختباء بين أوراق الشجر المتساقطة، كما ويمكن لهذا الضفدع البقاء لساعات في مكان واحد في انتظار وجبته التالية حتى تصبح قريبة منه بما يكفي. أنت الآن في إحدى الحدائق وترى زهرة جميلة بلون زاه وطائرا صغيرا يحوم بالقرب منها. يرفرف الطائر بجناحيه بسرعة لدرجة تكاد تعجز عن رؤيتهما، ويجعلك هذا المنقار الطويل الشبيه بالإبرة تظن أنك تنظر إلى طائر طنان، ولكن بمجرد أن تقترب منه تدرك أنه ليس طائرا بل حشرة. لحسن الحظ عثة الصقر الطنانة غير سامة ولا تلسع، إنه مجرد مخلوق صغير جميل يزين الحديقة،
يزرع كثيرون نباتات غنية بالرحيق لجذب هذه العثة. نعم، ليست بفكرة رائعة. تسير على الشاطئ متجها صوب المياه، لكن تشعر أن هناك شيء مختلف اليوم. المياه خضراء زاهية وتشم رائحة نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد. هل يجدر بك الاقتراب أكثر للتحقق من هذه الظاهرة الغريبة؟ توتو، توقف مكانك قبل فوات الأوان. ما تراه يسمى ازدهار الطحالب الضارة، كما يسمى بالانتشار الطحلبي، والاقتراب منه فكرة سيئة للغاية، لأنه يحتوي على طحالب قد تنتج غازات سامة خطيرة، وهذا ما يجعل الأماكن السياحية التي سبق وكانت مشهورة في الماضي مهجورة وغدارة اليوم. قد تسير في شاطئ بحر أو بحيرة وترى شيئاً يشبه الروة الخضراء المزرقة تطفو على سطح الماء أو تحته مباشرة، أو قد يشبه بقع طلاء أخضر فاتح. يمكن لبعض حالات ازدهار الطحالب والتي تسمى المد الأحمر تلوين المياه باللون البني أو الأحمر. على العموم، عندما تلاحظ هذا الشيء حاول البقاء بعيداً واكبح جماح فضولك ولا تذهب لاستكشافه. عندما تتحلل الطحالب تحتبس جيوب من غاز كبريتيد الهيدروجين السام تحت القشرة، وإن دست هذا الجيب بدون علمك فسوف تحرر الغاز وقد تستنشقه بالخطأ. سأكتفي بقولي إن النهاية قد تكون مأساوية. على بعض الشواطئ تكدس الجرافات الطحالب في شاحنات نفايات وتنقلها إلى مراكز خاصة، وهناك يجفف العمال الأعشاب البحرية ومن ثم يتخلصون منها، لكن يتوجب إغلاق هذه المراكز مؤقتا في بعض الأحيان، وذلك لأن الطحالب الممزوجة بالرمل والطين تنبعث منها رائحة نتنة للغاية، لدرجة أن سكان المنطقة لا يستطيعون النوم ليلاً بسببها. هناك ثلاثة أنواع من الطحالب الخطيرة التي قد تتجمع في ازدهار نمو الطحالب الضارة: البكتيريا الزرقاء والداينوفلاجيلات أو الصوتيات الدوارة والدايتوم، وجميعها مكونة من كائنات حية عائمة صغيرة تستخدم ضوء الشمس لصنع غذائها. ازدهار نمو الطحالب الخضراء المزرقة ناتج عن البكتيريا الزرقاء، وتنتج سموماً خطيرة تتلف الأنسجة العصبية، وقد يصبح الوضع سيئاً للغاية لدرجة عجز محطات معالجة المياه عن التخلص من هذه السموم. وفي هذه الحالة ينصح السكان المحليون بعدم استخدام ماء الصنبور. الصوتيات الدوارة ومعها فصيلة من فصائل الدايتوم مسؤولان عن خلق المد الأحمر الذي يحدث في خلجان المحيطات في الغالب، وحتى تتكون الطحالب الحمراء يجب أن تكون المياه دافئة ومالحة وغنية بالعناصر الغذائية، ويطلق هذا النوع من الأزهار كمية كبيرة من مختلف السموم. في تكساس كان المد الأحمر يحدث مرة كل عقد، لكن أصبح يحدث كل 3 سنوات في الوقت الحاضر، وفي فلوريدا يظهر ازدهار نمو الطحالب الحمراء كل سنة. كما قد ينتج الدايتوم الطويل والرفيع مواداً سامة مضرة بالبشر، والأسوأ من ذلك أن بعض أنواع المحار مثل محار الموز إذا تغذت على هذه العوالق النباتية ستصبح سامة هي الأخرى، لذا قد يؤدي تناوله إلى كارثة، وهذا أحد أسباب مراقبة المياه البحرية في العادة. عندما ترتفع مستويات السموم كثيراً تغلق الشواطئ لحصاد المحار. قد يستمر ازدهار نمو الطحالب الضارة ما بين عدة أيام إلى بضعة أشهر، فهي تحرر الماء من الأكسجين مما يؤدي إلى اختفاء أشكال الحياة البحرية. لكن يزداد الوضع سوءاً عندما تبدأ الميكروبات في تفكيك الطحالب في نهاية الازدهار. تستهلك كمية أكبر من الأكسجين في هذه العملية ولا تنجو أي سمكة من ذلك، يؤدي هذا إلى خلق مساحات شاسعة من مياه شبه خالية من الأكسجين وأي نوع من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية. يظهر ازدهار نمو الطحالب الضارة في المناطق التي تحتوي مياهها على عناصر غذائية وفيرة،
فتأتي أكثر هذه العناصر الغذائية شيوعاً من الزراعة وصناعات أخرى. إلى جانب ذلك، أصبحت الرياح الموسمية الشتوية أدفى وتحمل معها كمية رطوبة أكبر، مما يسمح للطحالب بالتجمع في ازدهارات كبيرة، وبعضها يتضخم للغاية لدرجة أنه يمكن رؤية الدوامات الخضراء السميكة من الفضاء. ومع ذلك، فليست كل ازدهارات الطحالب ضارة، يقتصر تأثير بعضها على إضفاء طعم سيء للماء أو تغيير لونه أو إنتاج روائح كريهة، لكن للأسف لن تتمكن من تمييز الطحالب السامة عن الطحالب غير الضارة من الشكل فقط. ليست الطحالب الكائنات الحية الوحيدة التي تبدو غير ضارة بشكل مخادع، فيما يلي قائمة ببعض الكائنات البحرية التي يجب ألا تلمسها أبداً. قنديل البحر الإيروكانجي في استراليا يبدو صغيراً وبريئاً للغاية، لكن المظاهر خداعة كما يقال، وهذا الصغير بحجم إبهام الإنسان في الواقع مميت للإنسان. خلال موسم اللاسعين والذي يستمر من نوفمبر إلى مايو، تغلق شواطئ كثيرة بسبب هذا المخلوق الصغير، وما يزيد من خطورة قنديل البحر هذا حجمه الصغير، فمن المستبعد أن تلاحظه أثناء السباحة. يا للهول! لا يبدو الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء بريئاً فحسب، بل جميلاً بشكل جذاب، لكن لا تدع مظهره يخدعك. من الأفضل ألا تزعج هذا المخلوق الصغير بطول 20 سنتيمتر، فهو يحمل كمية سم تكفي لصرع 26 شخصاً بالغاً في دقائق معدودة. وحالما يشعر هذا الحيوان بالخطر، والله تستطيع تخمين النتيجة على الأرجح. لكن في الوقت نفسه، عندما يترك هذا الأخطبوط لوحده، يصبح سلساً ومطيعاً. قنديل البحر الصندوقي سيء السمعة، والذي سمي على شكل جسمه المكعب، يعيش في المحيطين الهندي والهادئ. ابق بعيداً عن أي مخلوق بجرس مربع الشكل ومجسات طويلة متدلية. وحتى إن رأيت مجساً واحداً فقط بدون قنديل البحر متصلاً به، فلا تقترب منه أو تلمس. قد ينمو قنديل البحر الصندوقي إلى طول 13 متراً، ويوجد في كل مجس حوالي 500,000 حراب مجهري مجهز لحقن السم. وبخلاف قناديل البحر الأخرى، فقنديل البحر الصندوقي صياد، ويمكنه التشبث بك بلف مجساته النحيلة حول أحد أطرافك أو جسمك. ومع سمه الخطير، فلن تكون هذه التجربة ممتعة، وهذا أقل ما يمكن قوله. منح نجم البحر تاج الشوك هذا الاسم نسبة إلى الأشواك السامة التي تغطي كل جسمه، ويعد ثاني أكبر نجم بحر في العالم، وقد يصل عرضه إلى 51 سنتيمتراً. يتغذى على الشعب المرجانية ويتناول كميات كبيرة منها. فنجم بحر جائع واحد يمكنه تناول أكثر من 9 أمتار مربعة من الشعب المرجانية في السنة الواحدة. كما يميل هذا المخلوق إلى إنجاب عدد كبير، فأنثاه تضع أكثر من 500 مليون بيضة في المرة الواحدة. ألف ألف مبروك! سمك الشفنين المرقط الأزرق بذيل مخطط الصغير نسبياً يعيش على الأغلب في المناطق الاستوائية الهندية وغرب المحيط الهادئ بالقرب من الشعب المرجانية. لا يزيد عرض هذا المخلوق عن 35 سنتيمتراً، ويتميز بنمط ألوان فريد. لونه أصفر مع بقع زرقاء فولاذية على جسمه وعدة خطوط زرقاء على ذيله. لكن رغم جمال هذا الكائن المميز، ضع في الحسبان أنه خطير أيضاً، فقد يصيبك بأشواك ذيله السامة. قد تصادف سمكة الأسد في جنوب المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، وعلى عكس ما يعتقده معظم الناس، فلا بأس من تناول هذه الأسماك مطبوخة، فهي لا تشكل خطراً حقيقياً إلا عندما تكون على قيد الحياة، فقد تصيبك زعانفها الحادة السامة عن طريق الخطأ. إن كنت من هواة جمع الأصداف، فيجب أن تميز شكل الحلزون المخروطي بالنظر إليه. يبلغ طول هذا الحلزون 10 سنتيمترات تقريباً،
يبدو جميلا وبريئا، لكن مرة أخرى المظاهر خداعة، خاصة إن كنت تتعامل مع فصيلة استوائية. تخيل أنك عثرت على صدفة جميلة والتقطتها، لا تشعر بالخوف لأن قفازات الغوص التي ترتديها توفر حماية متكاملة، لكن الحلزونات المخروطية لها نتوءات صغيرة شبيهة بالإبر تنشرها من أفواهها، وهي مليئة بسموم عصبية قاتلة. يمكن لهذا الحراب اختراق نسيج بدلة غوصك بسهولة، لكن أسوأ جزئية أن السم يحتوي على مسكنات للألم، لذا فلن تعرف حتى أنك قد تعرضت للسعتها. دخل قنفذ الزهرة البحري موسوعة غانس للأرقام القياسية باعتباره أخطر قنفذ بحري على وجه الأرض. يعيش هذا الكائن في المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ، ورغم أنه قد يبدو كحيوان أليف مناسب لحوض أسماكك، لكن يجب عليك تجنب لمسه تماماً، فلديه سم يكفي لتعكير إجازتك بشدة أو حتى إنهائها. سمك الشعب المرجانية، وهو أكثر سمكة سامة في العالم، ماهر في التمويه. يا سلام، يمكنه الامتزاج مع البيئة المحيطة بشكل ممتاز، لدرجة أنك لن تراه حتى لو كنت منتبهاً، وهذا يسهل من الدوس على هذه السمكة. لكن حالما يشعر هذا الكائن بالخطر، مثل عندما تحاول دهسه بالخطأ، فإنه يمد أشواكاً سامة تنمو على كامل ظهره، وكلما زاد الضغط كلما زاد السم الذي ينتجه، ويظل خطيراً حتى بعد إخراجه من الماء. سمكة الإبرة الإندونيسية ليست سامة ولا تمتلك أسناناً حادة، وستبقى على الأرجح بعيدة عنك قدر المستطاع، لكن يكمن الخطر في شكل جسمها، فلا تسمى سمكة إبرة من فراغ. تسبح سمكة الإبرة بالقرب من السطح، وفي حالة الخطر تخرج نفسها من الماء، وقد تصل سرعتها إلى حوالي 60 كيلومتراً في الساعة، ويحولها فكاها الطويلان الحادان إلى رمح طائر. حصل سمك الجراح المخطط على اسمه نسبة إلى الأشواك التي تنمو بالقرب من قاعدة ذيله. عندما يشعر هذا السمك بالخطر، يحرك ذيله ويكشف عن هذه الأشواك بشكل مشرط. إن لم تسرع بالابتعاد، فقد يصيبك بعدة جروح سيئة، وضع في اعتبارك أن بعض أنواعه سامة. وبعد كل هذا التخويف، أتمنى لك يوماً سعيداً على الشاطئ.